صراحة أول شيء كان عندنا حركة النزوح قليلة، بس بالتزامن مع الآن معركة الموصل وتحرير أراضي موصل صار يجون أعداد هائلة جدا، بالتزامن مع طبعا إعلان المعركة أعداد عم تجينا بدفعات كثير كبيرة، ونحن كإدارة المخيم استعدنا لهذا الشيء، يعني باتفاق مع الأمم المتحدة صرنا نجيب خيام ونجيب مثل معونات أو كله بأول بأول طبعا. احنا يوم مع الموصل يتحرر نرجع لمدننا، نرجع لبيوتنا، نرجع لقرايانا، نرجع لارضنا الزراعيه. نريد بس هذه، ونريد الامان، ونريد الامن، وتطلع من بيتك تروح مأمن وتجي مأمن. تعال عفونا، تعال شيل شرفه. والله انا قاعد اسوي فرشه.